أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، والتي نسلط الضوء فيها على مدينة المكلا عقب أسابيع من تحريرها من تنظيم القاعدة. لم تمضي ساعات على التفجيرات الأخيرة التي هزت مدينة المكلا حتى وصل رئيس الحكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر برفقة عدد من الوزراء إلى المدينة، زيارة استمرت لساعات فقط. عقد خلالها رئيس الوزراء اجتماعا مع قيادات السلطة المحلية والمنطقة العسكرية الثانية وقائد قوات التحالف العربي وعدد من الشخصيات الاجتماعية بمحافظة حضرموت بعد قرابة 3 أسابيع من تحريرها من تنظيم القاعدة. في الاجتماع أكدت الحكومة حرصها على إعادة تطبيع الحياة في حضرموت بشكل كامل، والاطلاع على الاحتياجات وتلمس أحوال المواطنين ومعرفة تفاصيل العمل والتطورات الراهنة في الجوانب الأمنية والعسكرية. قبل هذه الزيارة بيوم شهدت المحافظة تفجيرين أسفرا عن سقوط قتلى وجرحى. الأول بحسب مصادر أمنية استهدف موكب قائد المنطقة العسكرية الأولى لواء عبد الرحمن الحليلي في مدينة القطن، والثاني الذي تلاه بساعات قليلة استهدف نقطة عسكرية للقوات البحرية في منطقة تقع خلف ميناء المكلا. مساء المكلا الدامي جاء بعد أسبوعين تقريبا من الهدوء والتحسن الأمني غير المسبوق، وبعد تحرير المدينة ومعظم مدن حضرموت من عناصر تنظيم القاعدة في حملة عسكرية نفذتها قوات الجيش الوطني مسنودة بقوات التحالف. زيارة الحكومة للمكلا عقب التفجيرات الانتحارية التي شهدتها منذ تحريرها من تنظيم القاعدة هي موضوع حلقتنا الليلة من زوايا الحدث. قبل أن نبدأ النقاش نذهب لمتابعة هذا التقرير ومن ثم نعود. رئيس الوزراء يصل للمكلا والإرهاب ينفذ أولى ضرباته هناك. لا يخلو الأمر من دلالة، يشير ذلك بوضوح إلى أن حضرموت على مفترق طريقين بعد قرابة 3 أسابيع من تحريرها من سيطرة تنظيم القاعدة، وبين محاولة استعادة الحياة في المحافظة بعد عام من سيطرة التنظيم عليها وبين انحدارها إلى مصير سيء. تبدو ملامح كلا الطريقين واضحة، وهناك خطوات جادة على كليهما، وما وصول رئيس الوزراء والعملية الإرهابية المتزامنتين إلا إشارتان إلى سباق محموم على أي الطريقين ستمضي به حضرموت. تحاول الحكومة من خلال زيارة رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر الإشارة إلى أنها لن تكرر النموذج عدا، وأنها ستعود إلى المكلا قبل أن تملأها الجماعات المسلحة والإرهابية، ولكن هذه الجماعات أرسلت الرسالة الأولى، نحن هنا أيضا. العملية الإرهابية التي استهدفت معسكرا للقوات البحرية في منطقة خلف بالمكلا بسيارات مفخخة خلفت عددا من القتلى والجرحى. تبنها ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية مذيلا بيانه بأن هذه العملية تأتي في إطار معركته مع من أسماهم مرتدي ميليشيا هادي عملاء التحالف، وهي لغة كثير ما سمعها اليمنيون من جماعة إرهابية أخرى تخوض الحرب ذاتها. يبدو الأمر كما لو أنها حرب ضد الشرعية ليس إلا. من عدن إلى حضرموت تحاول الجماعات الإرهابية المرتبطة بالأجهزة الأمنية التابعة للمخلوع وبأجندة سلطة الانقلاب محاصرة السلطة الشرعية وتفخيخ المدن لمنع تحولها إلى مقر لأعمال مؤسسات الدولة، والإشارة إلى أنه لا سلطة سواها، وهو ما بدا واضحا في عدن خلال الأشهر الماضية، ويراد للمكلا السير على ذات الطريق. إذا مشاهدينا الكرام ينضم إلينا من المكلا الصحفي عبد الرحمن العطية. مساء الخير أستاذ عبد الرحمن. مساء النور أستاذي، أهلا وسهلا بكم. أهلا بك أستاذ عبد الرحمن. لنبدأ من زيارة الوفد الحكومي اليوم برئاسة رئيس الحكومة دكتور أحمد عبيد بن دغر إلى المكلا، هل لك أن تطلعنا عن هذه الزيارة؟ ما الذي دار خلالها؟ نعم، في صباح اليوم وصلت الحكومة اليمنية ممثلة بالدكتور أحمد بن دغر رئيس الحكومة إلى مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت التي تم تحريرها قبل نحو 2 أسبوع يمكن تقريبا من قبل عناصر تنظيم القاعدة. وفي الحقيقة قد بدأت عمليات الإصلاح والبناء واستتابة الأمن وترسيخ الاستقرار في المدينة التي عانت سنوات أو سنة كاملة من سيطرة تنظيم القاعدة. في خلال اللقاء الذي ضم رئيس الحكومة مع قيادات من السلطة المحلية وكذلك قيادات من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات المتحدة، تحدث الدكتور أحمد بن دغر رئيس الحكومة على أهمية تطبيع الحياة العامة في مدينة المكلا، وكذلك أشاد بالدور الكبير الذي لعبه قوات النخبة الحضرمية بدعم من التحالف في استقرار الأمن والنصر الكبير الذي تم تحقيقه خلال الأسبوعين الماضيين. وكذلك أيضا تحدث على دور أهمية حضرموت الاستراتيجية وكذلك موقعها الهام ومطالب أبناء حضرموت الذين عانوا كثيرا
من الظلم والتحميش خلال السنوات الماضية والفترات السابقة في ظل حكم المخلوع علي عبد الله صالح، وأيضا في فترات لاحقة. أيضا حضرموت صاحبة الموقع الاستراتيجي الهام يجب أن يكون لها دور منوط في عملية الاستقرار طيب. والبناء والتنمية. نعم أستاذ عبد الرحمن، طيب يعني لماذا استغرقت هذه الزيارة فقط ساعات؟ ما هي الرسالة التي أرادت الحكومة إيصالها من خلال هذه الزيارة في هذا الظرف؟ في الحقيقة هي بدأت زي ما ذكرت سابقا أن مدينة المكلا بدأت تستعيد عافيتها رويدا خاصة مع سيطرة قوات الجيش والشرعية، ولعل زيارة الحكومة تأتي في سياق تطبيع الحياة وإرسال رسالة أن المناطق الجنوبية وحضرموت كعمق تاريخي مهمة في العملية السياسية كذلك. الحادثة التي حدثت اليوم لاقت أيضا إدانة واستنكار شديد من قبل الحكومة اليمنية، وهي محاولة لخلط الأوراق أو شيء من هذا القبيل. حضرموت ستكون دائما في خير بإذن الله، وأيضا سيادة الدكتور بن بغة تحدث عن أهمية مخرجات الحوار وإعطاء حضرموت حقوقها في الموارد النفطية وغيرها من الثروات التي عانت فيها ظلم وتهميش في الفترة السابقة. طيب ونتمنى الخير للبلاد أجمع. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ عبد الرحمن. ينضم إلينا الآن عضو رئاسة الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني أستاذ صلاح باتيس. مساء الخير أستاذ صلاح. مساء الخير، حياكم الله. أهلا بك أستاذ صلاح. يعني كان مفاجئا إلى حد ما خبر زيارة رئيس الحكومة إلى المكلا خاصة بعد هذه التفجيرات الأخيرة، يعني هل تتفق أكثر مع الأستاذ عبد الرحمن على أن هذه الزيارة جاءت لتأكيد استراتيجية الحكومة في تطبيع الحياة بداخل حضرموت ويعني تأكيد أهميتها بالنسبة لليمن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أتفق تماما مع الأخ عبد الرحمن ومع طرحكم أخي الكريم، لأنه بسبب هذا الأمر، لكن الأهم كذلك ما يجري من مشاورات في الكويت وما تحدث من عمليات خاصة داخل الأراضي والمحافظات المحررة من قبل ميليشيات الحوثي وعلي عبد الله صالح. كلما أرادت السلطة الشرعية في عدن أن تثبت الدولة هناك برئاسة الأخ المحافظ، أو أرادت السلطة الشرعية في مأرب أن تثبت الدولة برئاسة الأخ المحافظ، أو أرادت السلطة الشرعية في حضرموت كذلك برئاسة الأخ المحافظ، كلما أرادت السلطة المحلية في أي منطقة من مناطق المحررة مع الجيش الوطني والتحالف العربي في تثبيت الدولة، جاءت هذه الأحداث لتقوض سلطة الدولة وتقلق الرأي العام والأمن والسلم الاجتماعي، وتهدد مصالح الناس العامة والخاصة، وتهدد أمن وسلامة وحياة المواطنين. يريدها رسالة للعالم الشرعية لا تستطيع أن تبني دولة وتثبت دولة، ويريد أن يتعاملوا معهم كسلطة الأمر الواقع الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء، ويدعموا هذه الميليشيات وهذه الجماعات المسلحة الدعم اللوجستي والاستخباراتي والمعلوماتي، وأنتم تعلمون جيدا أنهم يتحكمون في مراكز الاتصالات، حيث لا تستطيع السلطة الشرعية أن تسيطر سيطرة كاملة على الرقابة للاتصالات بين هذه العناصر التي تنفذ عمليات تفجير وعمليات انتحارية وعمليات إرهابية في خاصة في المناطق المحررة. تأتي هذه العمليات من أجل إعطاء رسالة لإرباك العملية السياسية أو العملية التفاوضية التي تجري معهم من أجل تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216. نزول الحكومة إلى المكلا وبكاء السلطة المحلية في وادي حضرموت وفي عدن وفي مأرب وفي المحافظات والمناطق المحررة، وكذلك وصول محافظ تعز إلى تعز، هذه كلها رسائل قوية للعالم ولهذه الميليشيات أن السلطة الشرعية ممثلة برئيس الدولة ورئيس الحكومة والوزراء الوطني والمقاومة الشعبية والسلطات المحلية قادرة أن تبسط نفوذها على الأرض بدعم التحالف العربي يعني بقيادة المملكة العربية السعودية، وعمليات نوعية على الأرض وتمشيط مستمر لجيوب وخلايا نائمة. يعني أنت هنا تتحدث عن صورة كاملة للمشهد اليمني. إذا ما دخلنا في خصوصية محافظة حضرموت، كونها يعني كانت الكثير من المناطق خاضعة لسيطرة تنظيم القاعدة، وقبل حوالي الأسبوعين أو 3 أسابيع تم التخلص من هذه السيطرة وعادت الحكومة أو السلطات المحلية للسيطرة بعد تأمين الجيش الوطني لهذه المناطق أو غالب المناطق. إذا ما تحدثنا عن وجود خطة استراتيجية للحكومة الشرعية، هل في تأمين محافظة حضرموت، هل تلمس ذلك أستاذ صلاح؟ أخي الكريم، أنا أحببت أن أعطي صورة واضحة للمشاهد الكريم على منبركم هذا، لأنه
ما لم تثبت الدولة في المناطق المحررة بشكل عام، صحيح، فإنه لن تكون هناك أي منطقة آمنة، وهذه الميليشيات تعبث وتسرح وتمرح في أي منطقة من المناطق، خاصة في المناطق المحررة أو المحافظات المحررة، فضلا عن المحافظات التي لا زالت تحت سلطة هذه الميليشيات، لأنها ستنطلق هذه الميليشيات وهذه العناصر من هذه المواقع، وتكون هناك ويكون هناك تواصل ويكون هناك دعم وإسناد وغيره من هذه الأمور. أما ما يتعلق بخصوصية حضرموت، فالحقيقة يا أخي الكريم أن محافظة حضرموت على وجه الخصوص وإقليم حضرموت بشكل عام يمثل 64% من مساحة اليمن، فيه 7 مطارات تستطيع الطائرات أن تهبط فيها، سواء الطائرات المدنية أو العسكرية، 3 موانئ ضخمة وهائلة من أكبر موانئ التصدير على مستوى اليمن، بالإضافة إلى موانئ أخرى لترسو فيها السفن، كذلك حدود مشتركة مع دولتي المملكة العربية السعودية وعمان، كذلك المساحة الجغرافية الواسعة التي ذكرتها، الطبيعية، الثروة المائية، الثروة النفطية، الثروة السمكية، الثروة الزراعية، الثروة الغازية، الثروة المعدنية، كل هذه الثروات الهائلة، عمق استراتيجي للثروة في اليمن كله في هذا الإقليم وفي محافظة حضرموت خصوصا. الأهم من ذلك المجتمع المدني الذي يعيش في هذه المحافظة، أبناء حضرموت دائما يحبون التعايش، يحبون السلمية، يرحبون بالدولة، يحبون النظام، يحبون الفوضى، ليسوا حاضنة لأي ميليشيات أو جماعات مسلحة خارج إطار الدولة. في أي مكان في العالم يذهب الحضارم يحترمون نظام هذه الدول ويعيشوا معهم أفضل ما يكون، حتى أنهم يحترموا في كل أنحاء العالم، فما بالك في محافظتهم وفي حاضرة محافظتهم مدينة المكلا. لذلك يبدو لي أن السلطة الشرعية اليوم ورئيس الجمهورية والتحالف العربي ينظرون إلى محافظة حضرموت وإلى إقليم حضرموت وإلى مدينة المكلا بشكل خاص أنها ممكن أن تكون الأرضية الخصبة للبذرة الأولى للدولة المدنية اليمنية القادمة، بحيث تنطلق من هناك ثم تستكمل على كامل التراب اليمني. نعم أستاذ صلاح، يعني لربما هذا ما يسبب لها الكثير من التهديدات الأمنية، وكانت هناك تفجيرات هزت المكلا خلال الأمس واليوم. دعني من هذه النقطة أسأل الأستاذ عبد الرحمن عطية، هل من معلومات أو تفاصيل أستاذ عبد الرحمن حول التفجيرات الأخيرة التي حدثت في المكلا؟ يعني ما هي آخر المستجدات بهذا الخصوص؟ في الحقيقة يعني صباح اليوم صح السكان على صوت الانفجارات التي حدثت بالقرب من جيرة المنطقة العسكرية الثانية، وكذلك بالقرب من ميناء المكلا، الموقع يعني المكان الاستراتيجي. نعم. في سيارة مفخخة تمت تفجيرها في نقطة بالقرب من النقطة العسكرية. أيضا هناك كان مبنى خاص بالقوات البحرية، هناك لجنة خاصة أو قوات مدربة جاءت من بعض المناطق أو المحافظات المجاورة الجنوبية لعملية فك الألغام، ويعني في عملية التحريات ومن الخبراء في هذا المجال. استهدفت هذه السيارة مفخرة هذه النقطة، وهناك حصيلة طلعت ما يقارب 7 من القتلى من الجنود، وكذلك 11 من الجرحى. هرعت سيارات الإسعاف في مدينة المكلا للتفقد الجرحى، وعمليات التشديد على المنطقة يعني تكاد مطوقة بشكل كامل، وحتى يعني منع كثير من الصحفيين والإعلاميين من الاقتراب من المنطقة بحساسية الموقف وفجائية الحدث الذي حدث اليوم، خاصة مع تزامن وصول الحكومة إلى في هذا الجانب. أيضا عقدت اللجنة الأمنية عصر اليوم بعد عملية التفجير اجتماعا طارئ بقيادة المحافظ اللواء أحمد بن بريك، وكذلك اللواء قائد المنطقة العسكرية الثانية فرج البحسني، للوقوف أمام هذه الحادثة، وأيضا بشروا بارتفاع الجاهزية وأطلقوا نداءات استغاثة للقوات الشرعية لتثبيت الأمن والاستقرار بشكل أقوى من ذي قبل، خاصة وأن الأسبوعين الماضيين شهدت المدينة عمليات تمشيط واسعة في جميع مناطق حضرموت، سواء كان في الوادي أو في الساحل، لأوكار القاعدة وبعض الأماكن التي تم زرع فيها المفخخات والقنابل. وأيضا حتى يوم أمس أتلفت كمية كبيرة من المتفجرات في مناطق متعددة. أيضا كما صرح قائد المنطقة العسكرية سابقا أن هناك أكثر من 60 موقع تم مداهمته وتفكيك الألغام التي زرعت فيه من قبل القاعدة.
وبإذن الله تكون الأوضاع أكثر استقرارا ونموا خاصة في الأيام القريبة القادمة. الأستاذ عبد الرحمن عطية الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف من المكلا، شكرا جزيلا لك. وأعود إلى الأستاذ صلاح باتيس. أستاذ صلاح، يعني إذا ما تحدثنا أكثر حول العمليات أو يعني هذه العمليات التي شاهدناها من تفجير خلال اليومين، يعني خلال الأمس واليوم، كان بعد حوالي 3 أسابيع من سيطرة الحكومة الشرعية وطردها لتنظيم القاعدة من هذه من المحافظة تقريبا بشكل عام. هل هذا يعني أن المحافظة الآن على مفترق طرق، إما تطبيع الحياة وإما الخوض أيضا في مزيد من الفوضى يعني بهذه التفجيرات التي تحققت؟ أكدت لك أخي الكريم أنه كل المعطيات وكل ما يعتمل في الواقع اليوم على الأرض الحضرمية وعلى الأرض اليمنية خاصة المحافظات المحررة لا يعطي أي خيار ثاني غير خيار بناء الدولة واستعادة الشرعية وتثبيت الأمن والاستقرار والقضاء على هذه الجيوب وهذه الميليشيات، ولا مكان لها ولا بقاء الله، وخاصة محافظة حضرموت. ذكرت لك أنه مجتمع مسالم، مجتمع مدني، مجتمع يحب النظام والقانون، يرحب بالدولة، يرحب بالشرعية، يرحب بالحياة الطبيعية التي ممكن أن تؤسس لبناء وحضارة. أليس كذلك؟ يعني وجود هذه أو حدوث هذه التفجيرات يعني أن هناك لا زالت فجوات إلى حد ما في عملية تطبيع هذه الحياة. ليست قضية فجوات أخي الكريم، نحن بصدد التطهير، يعني بعد التحرير دائما بعد التحرير يأتي التطهير ثم التأمين. دائما بعد عملية التحرير لأي محافظة أو أي منطقة من أي ميليشيات خارجة عن القانون أو خارجة عن الدولة، بعد التحرير مباشرة تبدأ مرحلة التطهير، مرحلة نزع الألغام، مرحلة إزالة الآثار، مرحلة قطع الطرق وطرق الإمداد والمداهمات وتطهير المواقع والجيوب. لعلك سمعت قبل أيام الجيش الوطني في وادي حضرموت سيطر على منطقة سر، وهذه تعتبر أخطر منطقة على فكرة في اليمن كمعقل للقاعدة منذ زمن بعيد. هذا وادي كبير جدا ومتشعب وفيه مغارات وكهوف، واتخذت منه القاعدة مقرا ومكانا للتدريب والتخزين والانطلاق وعمل عمليات تفخيخ السيارات وغيرها من هذه الأمور. استطاع الجيش الوطني من خلال عملية التطهير أن يسيطر على هذه المناطق، ورأيتم بأنفسكم وشاهدتم الصور وشاهدتم بأنفسكم وحدات الجيش وهي تسيطر على هذه المواقع. عملية التطهير لا شك أنها عملية صعبة، لكنها لن تأخذ وقتا طويلا، خاصة في محافظة المجتمع متعاون مع الدولة وليس العكس. ليس متعاون مع الميليشيات ولا الجماعات المسلحة. إذن أشكرك جزيل الشكر، عضو الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الأستاذ صلاح باتيس، كنت معنا عبر الهاتف من الدوحة. الأستاذ عبد السلام محمد. أستاذ عبد السلام، يعني في بيان ما سمي بتنظيم الدولة الإسلامية أو ولايتها في حضرموت، تحدث على أن هذه التفجيرات تأتي باستهداف لمرتدي أو ميليشيات هادي والمرتدين من يدعم الحكومة الشرعية. هذا الخطاب ألا يوحي يعني تشابه نوعا ما مع ميليشيات أخرى تسيطر على مناطق واسعة بداخل البلاد؟ ما الذي يعني ذلك؟ طبعا دعني أولا أقول لك على مسألة التنوع التنظيمات الإرهابية الموجودة في حضرموت مختلفة تماما عن التي موجودة في أبيان والموجودة في عدن. طبعا هناك أنصار الشريعة اللي موجودة في أبيان لها امتدادات داخل حضرموت، ولكن التواجد الجذري الأساسي الرئيسي بالذات وادي سرو كان لتنظيم القاعدة. أما داعش أو الدولة الإسلامية ما تسمى نفسها الدولة الإسلامية هي غير موجودة بالأساس في حضرموت، كانت موجودة فقط في منطقة واحدة في عدن، وهي معظمهم منتمين للأمن المركزي والمخابرات وأجهزة الدولة السابقة. وهذه يعني أنا تفاجأت أيضا بهذا البيان، كون البيان الأول الذي حصل فيه محاولة اغتيال قائد المنطقة الأولى العسكرية الأولى الحليلي كان تحت توقيع تنظيم القاعدة، بينما هذا البيان الذي استهدف البحرية كان تحت تنظيم داعش. أنا أعتقد أن المسألة مختلفة تماما، هناك
أطراف تضررت من عملية تحرير حضرموت، هذه الأطراف هي التي تقف وراء هذه البيانات وهذه الأحداث، من ضمنها هذه الجماعات الإرهابية. لكن لا تستطيع هذه الجماعات القيام بمفردها ما لم تحصل على دعم لوجستي معلوماتي ومالي واستخباراتي. باعتقادي أن البوصلة تتجه باتجاه أجهزة النظام السابق وأيضا الحوثيين وجماعات أيضا محلية لها ارتباطات ومستفيدة من تواجد تنظيم القاعدة في الفترة الماضية. نعم، طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ عبد السلام. أذهب إلى الأستاذ سليمان العقيلي وبعد الترحيب به أسأله. أستاذ سليمان، يعني إلى أين يذهب التحالف في خياراته العسكرية بشأن اليمن؟ يعني أكان ذلك فيما يتعلق بمحاربة تنظيم القاعدة وأنصار الشريعة أو أيا كانت مسمياته، أو ميليشيا الحوثي والمخلوع؟ هو في الواقع أن التحالف العربي الآن يستغل الهدنة الموجودة الآن لكي يستثمر طاقاته وقدراته العسكرية في مكافحة داعش والقاعدة، وهم في الواقع أدوات كما قال ضيفك الكريم، أدوات من أدوات الانقلابيين، ورأينا كيف أن الانقلابيين في صنعاء أدانوا ضرب القاعدة وأدانوا ضرب داعش وتحت تسميات انتهاك السيادة، وهم في الحقيقة يعني القاعدة وداعش تخدمان استراتيجية الانقلابيين، مثل ما هي داعش الآن تستخدم، يعني مثل ما هي الآن داعش تستخدم في سوريا لإنقاذ نظام الأسد، ومثل ما هي تستخدم الآن ضد تركيا من أجل التخريب على الأمن والاستقرار والتحريض ضد الرئيس التركي ذو المواقف الصلبة في القضية السورية، ومثل ما هي استخدمت أمس في مدينة الصدر في بغداد حيث يعاقب مقتدى الصدر على استقلاليته السياسية وعدم تبعيته لإيران. إذن داعش هي البوسطجي أو الساعي البريد الإيراني الذي يعمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية لمحور المقاولة بين قوسين، أنا أسميه محور المقاولة، سواء تعلق الأمر في اليمن أو في العراق أو في سوريا. كل الساحات التي تحارب فيها إيران هي لها ذراع إرهابية من خلفها تضرب داخل المدن المستقرة، تضرب داعمي الثورة الشريفة الشرعية في سوريا وكذلك الثورة اليمنية ومن وراءها الحكومة الشرعية. طيب أرجو أن تبقى معنا أستاذ سليمان. أعود إلى أستاذ عبد السلام محمد. أستاذ عبد السلام، يعني التطورات الأخيرة المتسارعة سواء في المكلا أو في أبيان يعني تزيد من التأكيد على الفرضية المستندة إلى إمكانية التوظيف والاستخدام لفزاعة القاعدة أو داعش أو أنصار الشريعة وتوظيفها في سياقات مختلفة لإثبات وجهات نظر سياسية معينة واستخدامها لربما في المفاوضات التي تجري في الكويت. هل تتفق مع هذا الطرح أم أن هناك حالة فعليا عقائدية صلبة سواء في القاعدة أو غيرها يستحيل توظيفها؟ أولا دعني أقول لك أن هذه الجماعات لا تتمدد إلا في مناطق الفراغ التي حصلت بفعل انقلاب على الدولة، وفي ظل غياب الدولة وجدت هذه الجماعات الإرهابية فرصة سانحة للسيطرة والحصول على المال والحصول أيضا على السلطة في هذه المناطق. هذه الجماعات ليست بتلك القوة التي نستطيع ونعتقد أنها ستسيطر سيطرة كاملة وتستمر هذه السيطرة، إنما هي تستفيد من حالة الفراغ وتستفيد من الدعم الذي يحصل لها بفعل الصراع ما بين الانقلابيين والشرعية. أنا أعتقد أن الذي يحصل الآن أن هذه الجماعات أصبحت وسيلة من وسائل معاقبة الخصوم، لأنها ليس لها استراتيجية واضحة، ولو كان لها استراتيجية واضحة ما ظلت أكثر من 25 عام منذ نشأتها تتموضع وتزول. أعتقد هذه الجماعات الإرهابية التي تؤمن بعمليات العنف والسيطرة بالقوة العسكرية لن تستطيع أن تكمل أهدافها، وهي أصبحت مستغلة وأصبحت أشبه
بحركة مقاولة لعملية استعادة نظام السلطة الأول لصلاحياته في الدولة. إذن أشكرك رئيس مركز أبعاد للدراسات الأستاذ عبد السلام محمد، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. وأعود إلى الأستاذ سليمان العاقلي. أستاذ سليمان، في تصريح لوزير الخارجية عادل جبير قال إن أولوية التحالف هي محاربة القاعدة فيما عد الحوثيين جيرانا للمملكة. هذه التصريحات تأتي في سياق تعامل دبلوماسي مع الضغوطات الدولية، أم أن هناك فعلا تغير في استراتيجية التحالف العربي بمعالجة الأطراف على حساب الجذور؟ نعم، في الواقع أنه التصريح الذي أدلى به الناطق العسكري أنا أفسره بأنه يعني في إطار تكتيك المرحلة الحالية التي تتسم بهدوء عسكري ومفاوضات سياسية وفيها رسائل عدة. أولا رسالة للمتفاوضين، رسالة تشجيعية للمتفاوضين في الكويت، وفيها رسالة أيضا عسكرية لقوى الإرهاب والتطرف في اليمن التي تساعد الانقلابيين وتشكل لهم خلفية تخرب الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة. وأنا أضع هذا التصريح في إطار المرحلة أو في السياق السياسي الذي جاء به التصريح، وهو ما خلفه من مفاوضات سياسية سلمية وما أمامه من عمل عسكري ضد قوى الإرهاب في جنوب اليمن. طيب، يعني هذا تعامل ما بين ملفين، باعتبار أن يعني كما تفضل الأستاذ عبد السلام محمد أنه يعني غياب مؤسسات الدولة عن هذه المناطق في المحافظات الجنوبية هو ما دفع تنظيمات مثل القاعدة للسيطرة ويعني الاستفادة من الأموال وما شابه للتمدد بشكل أكبر. التعامل على أساس أن هناك يعني أكثر من تنظيم إرهابي في هذه أو أكثر من جبهة إرهابية في هذه المناطق، خاصة مع وجود يعني جبهة مع الحوثيين والمخلوع في جبهات أخرى في أماكن أخرى من البلاد، هل يمكن يعني الحديث عن أو القبول بالحديث عن أن الإرهاب يتجزأ ليس ملف واحد شامل بشكل عام؟ أنا أعتقد طال عمرك أنه بالنسبة للإرهاب هناك مخاوف حقيقية من أن الانقلابيين يخلطون في الأوراق، مثل ما خلط في بشار الأسد أوراق الوضع السوري، وهذه المخاوف حقيقية. ولذلك هذا أولا، وثانيا أن الإرهاب أصبح الآن يضرب في عمق الاستقرار الذي عمق استقرار المجتمعات التي تشرف عليها الحكومة الشرعية وتهز مصداقية الدولة ومصداقية القوة الشرعية في اليمن. ولذلك فالوضع مزدوج، يعني في تحقيق أهداف سياسية وفي تحقيق أهداف ميدانية وفي يعني نوعا من قطع الطريق على القوى التمرد والانقلاب في صنعاء الذين أعجبتهم لربما تجربة بشار الأسد وإيران في سوريا، واستدعوا القوى الدولية كيما تتعاون معهم. ويعني تجربة سوريا ينبغي في الحقيقة أن توضع في الاعتبار، لأنه إذا خلطت الأوراق في اليمن وتوقت أوراق داعش كما سوقت في سوريا، هذا في تخريب لعدالة القضية اليمنية وللأهداف النبيلة التي قامت بها تحالف دعم الشرعية لدعم الدولة اليمنية والحكومة اليمنية الشرعية. الكاتب السعودي الأستاذ سليمان العقيلي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض في حلقة اليوم من زوايا الحدث، أشكرك جزيل الشكر، كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان وتحيات زميلي معد الحلقة محمد القاسم. إلى حين الملتقى، دمتم والوطن بألف خير. إلى اللقاء.